صباح الخير يا حبيبي. تراجعات وتداولات عليه عند حدود 13 مليون ونصف المليون، وأدى سهم طبعا غوتار العقارية على تراجع وتداولات عند حدود 13 مليون سهم. تم أبو ظبي سوق العاصمة مع ارتفاعات في قيمة التداولات إلى 638 مليون درهم، أحجام تداولات عند انتو بالله على نهار نسوان وما بتعرف السوق، لا حول ولا قوة الا بالله. يا عبي الشوق هالعالم نحدي ما بتخلص، يا الله ما بتخلص. صباح الخير. ايه حبيبي، يلا فوت على المكتب بعطيك اسعار الصرف. صباح الخير. بتجيبي لي البريد وبتطبعي لي اسعار العملات وفورا على مكتبي، ولا تنسي المليسه. مو كثير مكياجك هالشغل؟ تفضل. صباح الخير لولو، فضيتي لي شوي؟ صباح النور يا جودي، اذا لقلك ما فضيت لمين بدي افضى؟ ليش سارة معجبة؟ بعدين تعي قلي، إذا أنا ماني فاضي رح تحمي حالك وتمشي؟ إيه يعني بتعرفيني بحب الصبح أشرب قهوتي معك. إيه أهلا وسهلا زارتنا البركة، كيفك اليوم؟ من الله منيحة. ومن العبد؟ آخ من العبد. شو صاير معك؟ هاتي لشوف. مثل العادة، عاطف أفندي حيجنني. أوف، شو بو؟ ما في شي، بده يتحكم فيني الله وكيلك. وفوتاتي وطلعاتي، وهذا ليش عم يتطلع فيكي ومن ايمتى بتعرفي؟ وصرت 100 مره منبهته اذا بدك تضل هيك خلينا نفرض القصه احسن. وانت مفكره اذا فرضتي القصه رح تلاقي احسن منه؟ لك شبك انت عن جد صايره نحجه؟
لك نهجة؟ حبيبتي كل رجال مثل بعضهم، الفروقات بيناتهم بسيطة كتير، يمكن بنوعية السيطرة، بس كلياتهم بيحبوا يتطلعوا للمرأة على أساس إنه هي المخلوق الأضعف. أي طولي بالك، أنت كمان مو لهالدرجة. بهالمجتمع بلا حبيبتي الرجال قد ما كان فهمان ومثقف ومنفتح، بتضل نظرته للمرأة هي هي. عندك عبد خطيبي مثلا، صحيح بيحبني وداير باله علي، ما عنده مشكلة بطلعاتي ولا بفوتاتي، ما عنده مشكلة إني ساكنة لحالي بعد ما ماتوا أمي وأبي، بس بيضل محسسني إنه أنا ماني مضطرة للشغل. أي فوق ما إنه داير باله على راحتك؟ هي بالظاهر بس، لكن لما بتفوتي لجواته بتكتشفي العكس. بتكتشفي إنه هو عنده خوف كبير من إنه يكون مستقلة مادياً، لأني لما بكون مستقلة مادياً بيبطل يكون هو البطل اللي حاملي حياتي. وفوق هيك بيتجاهل طموحي، لأنه طموحي حبيبتي ممكن يأثر على غروره وذكوري. خلص خلص مشان الله وجعتي لي راسي، فتت أحكي لك عن عاطف، أنت ألقيتي محاضرة. شرفي، ذكرنا القطعة النط. أهلين عبد، صباح النور. تعرفيني ما بحب فوت على المكتبة بما قلك صباح الخير. يسلم لي الصوت يا حق. معلش عبد، شغلي لفوق راسي، بعدين بحاكيك. لا بس بدي صبح عليكي. صباح النور. معلش أنا بحاكيك على البريك، لأنه هلأ شغلي لفوق راسي. معلش ما تزعل مني. باي. وليش هو كل هالنشافة؟ شو متخانقين؟ لا طبعاً، بس مو لمجرد أنه عنده وقت فاضي يقوم يضيع لي وقتي أنا. لا دخيلك، اشتغلي اشتغلي. يلا باي. باي. عفواً قاسي الأولى، بس في هذا القرار الإداري. لحظة شو ما بتعرفي تدقي الباب قبل ما تفوتي؟ أنا آسفة. شو فحوى القرار؟ لا بس هاد قرار ترقية الأستاذ غزوان ليصير معاون المدير. عقبال عندك. الله يبارك فيكم. تفضلوا تفضلوا. حلو، شكرا كثير. اهلا ابو علي، ان شاء الله عبارة وسهلا. مرحبا. اهلا اهلا اهلا، انا شارولو. شكرا كثير انه اخذتي من وقتك لحظه لتهنيني. تفضلي شوكولا. مبروك. الله يبارك فيكي. يعني يا استاذ عدم مؤاخذه، بس وين المنطق بانه غزوان اللي ما صار له سنتين بهذا البنك يترقى ويصير معاون حضرتك، وانا اللي صار لي خادمه فيه 6 سنين ابقى بمحلي؟ يا استاذ انا الوحيده اللي بعرف كل شارده وارده بهذا البنك، وانا اكثر وحده بعرف المشاكل اللي سببها الاستاذ غزوان لهذا البنك. انا صار لي 6 سنين عم بشتغل، اجازه وحده ما طلبت. معك حق انسي لولو، انا بعرف قديش انت مجتهده وشاطره وقدمت كثير لهذا المكان، وما عندي اي شك بموهبتك وخلاصك، بس ارجوك تهدي شوي وتسمعي وجهه نظري. تفضل ارتاحي. تفضل استاذ. غزوان كفاءته مو اهم من كفاءتك، هي شغله مفروغ منها. وانت رح تضلي من اوائل الاشخاص او يمكن الشخص الوحيد يلي انا بتشاور انا وياه بشؤون العمل. اللي بدي اياك تفهميه انه لانك بنت وعلى وش زواج انا ما قدرت اعطيك هذا المنصب، مع انك اجدر الناس فيه. يعني انت بكره ان شاء الله بنفرح فيكي وتتجوزي والله برزقك باولاد، فاكيد وقتك ما حيسمح لك تتابعي الشغل بالبنك. بعدين بكره بيجيكي اجازه شهر العسل، فتره الامومه، اجازه الحمل، يعني هدول كلياتهم ما حيخلوك تقدر تتابع عملك على وتيره واحده. واكيد جوزك وبيتك واولادي بيستاهلوا جزء كبير من اهتمامك، ما هيك؟ مزبوط استاذ، بس انا بقدر اتحمل ضغط العمل، يعني بعدين انا لسه ما تجوزت يعني. ايه بس انت مخطوبه، يعني اول عن اخر رح تتجوزي صح؟ صح. وحياه عيوني، وتأكيدا على كلامي ليكم، هي قرار زيادة راتبك جاهز، من شوي وقعته، حتى تعرفي إني ما برضى تزعلي أبدا. شكرا أستاذ. عن إذنك. الله معك. أنا ما عم بفهم، نحن بأنو قرن عايشين؟ تخيلي ما رقوني مع إني بستاهل بس لأني مرة. بعدين من ايمتى بياخذوا قرارات عني وباي حق حدا بياخذ قرار عن الثاني؟ فرضي يا ستي انا بطلت اتجوز. خلصنا بقى لولو،
يعني هي بلدنا وهذا مجتمعنا ونعرفه. انا مستغربه انك مصدومه. مستغربه؟ كل هذا مستغربه؟ شو صاير لك انت؟ لك هذا مكان عمل مكان مجتمع. يعني يا ستي انا بفهم انه عمي يدق لي 100 مره باليوم ليطمن علي بس لاني بنت وعايشه لحالي بمدينه بعيده عنه. بفهم انه عمي ينق علي مليون مره انه صار عمري 30 سنه وحيصير اسمي عانس وابقى بلا جواز. بفهم انه عبد بنق من شغلي لاني ما عندي وقت اهتم فيه ودير بالي عليه. بس شغلي اللي عطلت كل هدول مشانه وعطيته كل حياتي وكل وقتي ما يرد علي لمجرد اني انسى؟ اي والله كثير. لك انا ندرت عمري مالي خلق رد هلا. ليش مينها؟ عبد. هي دخيلك منيح ما رديتي عليك، انت اكلتيه بلا ملح. خلص روقي وطولي بالك، حاج تحرقي اعصابك؟ روقي اشربي. روقي. يا حلو لك تسلم لي، تطلع على قبري بعراضة ريتك. يا عيب الشوم على هالاخلاق، الوحدة ما فيها تمشي بالشارع براحتها. الو الو، كيفك عمو حبيبتي؟ اهلين عمو، كيفك انت؟ والله قلبي عندك يا بنتي، معقولة ما عدتي طليتي علينا؟ معقولة كله شغل؟ إيه الله يلعن ابو الشغل اذا بده ينسيك ايانا. اعوذ بالله يا عمي، معقولة انساكم؟ انتوا اهلي، انتوا الخير والبركة، بس كمان هذا شغلي ومستحيل اتركه. طيب يا بنتي تزوجي، على القليلة بنطمن انه عبد داير باله عليك. بعدين يعني لإمتى بتكون ضلوا مخطوبين؟ صار عمرك 30 سنة، خلينا نفرح فيكي وخلينا نشوفك عروس ونشوف اولادك. وانت قلت يا عمي صار عمري 30، يعني عقلي براسي بعرف خلاصي. معلش لا تاكلوا همي يا عمي، الله يخليك. لا حول ولا قوة بالله، يعني ما في فايدة، رح تضلي كل عمرك عن ايدي، الله يرحم اهلك. تيش، بس القصة مو قصة عناد يا عمي. القصة قصة مرتبطة فيني انا وخطيبي عبد، نحن اثنين اللي منقرر امتى بيصير وقت الزواج. رح نتجوز، بس امتى الله اعلم. معلش عمي ريح لي بالك من هالقصة. بس يا بنتي انا قصدي. معلش عمي، عمي برجع بحاكيكم انا لانه اجاني خط ثاني. ان شاء الله هيك يعني نشوف بعض عن قريب. سلم لي على مرت عمي وعلى الاولاد. باي. ايه عبد حبيبتي، ليش ما رديت علي لما حكيت معك على الغدا؟ كان مزاجي معكر وما كان جابالي احكي. الهيئه لساته معكر، خير ان شاء الله. خير يصيبك، ما في شيء والله. رقوا زميل لإلي بالشغل، رقوه وصار نائب مدير عام، مع انه ما صار له بالشغل غير سنتين، وانا اللي صار لي 6 سنين عم طح مثل الحمار اجلك، ما حدا عبرني ولا حدا شالني من ارضي. قال شو؟ زودوني معاشي نتفه لحتى ما ازعل. غريب، ليش ما رقوكي؟ لاني بنت وهو رجال، وباعتباري بنت من وجهه نظرهم، فبكره على الزواج والامومه والولاد والمسؤوليات رح اضطر اخذ اجازات كثير، وهيك رح اعطي لهم شغلهم، يعني ما رح اكون متمتعه بنفس التفرغ اللي متمتعه فيه هلا. ايه فيها وجهه نظر والله. نعم سيد عبد، فيها وجهه نظر. الجماعه عم بفكروا بمصلحتهم وبحياتك الخاصه بنفس الوقت، يعني صار وقت تلتفتي لحالك ولحياتنا مع بعض. يعني مو معقولة بكره نتزوج وتضلي مشغولة كل الوقت، لأنه حيكون في واجبات منزلية مثل ما بتعرفي. أيوه. وطموحي شو بدي ساوي فيه؟ يا حبيبتي مو كل شيء بده إياه الإنسان بالحياة بصير، وأنت كأنت طبيعتك الأنثوية بتفرض عليكي واجبات الزوجي والأمومي، صدقيني كلها بدها وقت. جديد والله هالحكي يا أستاذ عبد. حبيبتي هذا المنطق. طيب، ممكن نأجل هذا الموضوع نحكي فيه بعدين؟ لأنه أنا جاية تلفانة من برا. هل كاني واحسن شيء اني احط راسي ونملي شوي. طيب خلص، بشوفك على 9 بالكافي ان شاء الله. باي. حبيبتي انت ليش ما بتفكري تحطي حمره؟ يعني بيورد وشك شوي، بصير له رونق. شو يعني؟
شايف وشي بلا رونق؟ لك لا مو هيك، بس اطلعي من جو الشغل اللي دافني حالك فيه، حسي بانوثتك شوي، لك فردي شعرك، مكياجي، البسي لبس فريش المسا مثل كل هالبنات. والله انا هيك مرتاحة. بعدين شو قصة كل الناس حاطين دابهم بداب شغلي؟ لك والله مو هيك، بس اهتمي بحالك شوي. ليش مو مليت لك عينك استاذ عبد؟ انت من امتى عندك اعتراض على شكلي ولا لبسي ولا ستايلي؟ انت هيك تعرفت علي؟ بقى شو عدم ابدا؟ ملاحظة كيف صاير قعداتنا كلها نقار ونقير؟ ملاحظة كيف ما بتتحملي كلمة؟ والله لما بيكون الحكي بيهز البدن اجباري ما رح اتحمله. لك يا حبيبتي يا روحي، يعني خطيبك وطلب منك تهتمي بحالك شوي كرماله، شو اللي بيهز البدن؟ ها لاحظت حالك شو قلت؟ اهتم بحالي كرماله مو كرمالي. فظيعين يا اخي فظيعين، انتوا رجال شو انانيين. لولو بدك تقلبي لي اياها ذكر وانثى واتحاد نسائي؟ ليش؟ بدايقك اذا دافعت عن حالي؟ لك دافعي بس مو بهالطريقه. والله انا هيك طريقتي يا استاذ عبد، هذا لبسي وهذا شكلي وهذا شغلي وما رح يتغير شيء. اذا مو عاجبك روح دور لك على وحده تناسبك. انا ما فصل حالي على قياس حدا. اترك ايدي اعمل لك. لا تخافي، بس دختي وقعتي يمكن كنتي تعبانة. وين قايمة؟ خليكي مرتاحة. وين قايمة؟ بدي روح على البيت. طيب بنروح، بس نادي الدكتور يشوفك. دكتور شو؟ لا تخافي يا عمري، هلا بيجي الدكتور وبعدين بنروح على البيت سوا. لو سمحت دكتور. تقبري قلبي. شو صح صحت لولوة؟ ايه صح النوم انسي لولوة. شكرا. دكتور شو صاير؟ اشرح لي. بصراحة لا تخافي، نحن عملنا تشيك كامل على كل الجسم، انت وغايبه على الوعي، واتضح بالصور الشعاعيه وجود كتله بالمنطقه اللي اسفل البطن. كتله؟ هدي، قلت لك ما تخافي، ما ضروري ابدا تكون خبيثه، ممكن تكون ليفيه او دهنيه، المهم باسرع وقت نستأصلها لنقدر نحدد ماهيتها. طيب دكتور وارد انه هي كتله تكون خبيثه؟ ايه بعيد الشر شو هالحكي. ما رح نعرف لنستأصلها، المريح بالموضوع انه كتله واحده، فإذا كانت خبيثة فهذا يعني إنه حديثة، إمكانية التخلص منها كبيرة. المهم العملية تصير بأسرع وقت ممكن. اليوم إذا أمكن بيكون أحسن. شو حبيبتي؟ شو قلتي؟ نروح على البيت ونعود نرجع؟ لا طبعاً، عم يقول الدكتور كل ما كان أسرع كل ما كان أحسن. المهم إنه أنت تكوني مرتاحة نفسياً ومستعدة للموضوع. شو أعمل يا شماعة؟ أنا برأيي إنك تعمليها وتخلصي منها. لأن طول ما لك عم تفكري فيها ما حتكوني قاعدة بالبيت مرتاحة. وانت عبد؟ مثل ما بدك حبيبتي، يعني أنا من رأي جودي، بس القرار لألك. إمتى فينا نعملها؟ الساعة 8 الصبح، بتحبي تبقي عنا بتحبي تروحي على البيت، بس يفضل تبقي هون طالما في دوخة وإغماء لحتى تبقي تحت المراقبة. وهو هيك، وأنا رح خبر عمك وعمتك. اصحك، والله بجنوا. خلينا نقول لهم بعد العملية. طيب أنا رح أترككم ويا ريت نتركها ترتاح، إذا احتجتي أي شيء خبريني عن إذنكم. شكراً. شكراً. يلا عبيد أنت كمان روح على البيت ارتاح، أنا بقياني معه هون، وبكرة بس تدخل على العمليات أنا بروح باخد إجازة إلي وإلها وبرجع بخبرك بس تطلع. شو بس تطلع بتخبريني؟ أنا رح نام هون. روح شو تنام هون؟ معقولة يا عبيد أنت رجال تنام عندي؟ خلي رفيقتي جودي تنام وبكرة بتجي بتحضر، شبك هون. إذا لازمكم أي شيء بالليل حاكوني. طيب ماشي. سلامتك، تصبحوا على خير. باي. أنتم تقبري قلبي، سلامتك. الله يسلم. آسفة. بعرف الموضوع صعب، بس ضروري إنكم تهدوا لأنه ما فينا نعمل شيء لحتى تصحى المريضة. وهلا كيف صار الدكتور؟ منيح، والعملية ناجحة. هلا هي بالانعاش وربع ساعة بتطلع الغرفة. أهم شي لا تزعجوها ولا تخبروها شي، المهم بتنام وترتاح، وغالبا حتضل نايمة وقت طويل فلا تخافوا. أنا بكرة الصبح بخبرها. شد حيلك. اتكلنا على الله. بسيطة ما فيها شي. المشكلة أنا ما فيني أتصرف لتقرر هي.
عن اذنكم يا ريت انتم ترتاحوا كمان. طول بالك عبد، دكتور قلب بسيطة ان شاء الله. لا اله الا الله. ما عم صدق، والله العظيم ما عم صدق. جودي طيب هدي 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 شوي، هدي هدي شوي. نحن افتكرنا كتله بس يبدو كان في ضمور، والغريب ما اثر وجوده عليك لحد هلا. طيب ليش ما شلتوها للكتله؟ ليش؟ مزبوط، على اعتبار كنا ظانين كتله، بس هلا الموضوع مختلف. انا مو من حقي اتصرف بدون مشورتك. لا تتسرعي، الموضوع كتير حساس ودقيق. فكري على مهل، وشو ما كان قرارك انا جاهز، بس انا ما فيني اتدخل بقرارك ولا اي حدا تاني. اذا بدك تضلي انثى او تصيري ذكر. هلا شو دكتور؟ هلا ولا شيء، يا ريت تهدوها وبكره الصبح بتخرجوها على البيت. وبعدين شو ما قررتي انا جاهز، بس بتمنى ما حدا يتدخل بقرارها او يضغط عليها. انا لهلا ما عم صدق انك محتاره لهالدرجه. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ انت من كل عقلك عم تسألي؟ يعني انت وحدة صار لك عايشة 30 سنة على انك انثى، والعالم كله بتعرفك هيك، وانت ما بتعرفي تعيشي حياتك غير هيك، جاي بعد هالعمر كله بدك تصيري رجال؟ يعني والله صعبة كتير، صعبة نفسيا واجتماعيا، يعني حتى حياتك، لك حتى اسمك بدك تغيريه؟ طيب يا جودي، شوفي وجهة نظري ودرسيها مزبوط وسايريني شوي. انت بتعرفي قديش وضع البنت صعب بمجتمعنا، لك الناس ناطرينها على الدقرة، ولك إذا ما كانت قد حالها بتروح بشربة مي. لا فيها تحقق استقلاليتها لحالها، لا فيها تاخد قرارها لحالها، لا فيها تعيش حياتها مثل ما بدها لحالها. الناس بتقوم عليها. لسه وضعي وضعك، ألف صباح صبح قدام غيرنا من البنات. شبيك جودي؟ أنت بتعرفي شو يعني إنك تكوني ذكر؟ يعني عندك مسؤوليات كتير كبيرة تجاه قرايبينك، تجاه المجتمع. إن شاء الله أنت مفكرة إنه الرجال قاعد هيك على عرش عالي وما حدا بيقرب عليه. غلطانة حبيبتي، لأنه حتى نحن النساء، وبقصد النساء المتحررات، انتبهي، منطالب الرجال بشغلات كتير نعتبر حالنا ما لنا علاقة فيها، مثل مصروف البيت والسيارة إلى آخره. إيه بس أنت ما فيكي تنكري إنه نحن عايشين بمجتمع ذكوري، والأبواب دائما مفتوحة قدام الذكر أكثر من الأنثى. شفتي؟ شفتي شو ساووا فيني بالشغل؟ لك أنا ما عطوني ترقية بس لأني بنت. ما بعرف،
أنا بلاقي إنه في للجنسين سلبيات وإيجابيات، يعني هي سببها قانون، عادات، ما بعرف، بس هي موجودة. القصة بدها تفكير، بدها تفكير كتير. بس بتعرفي يا جودي، قدامي فرصة ذهبية لغير حياتي، قدامي فرصة ذهبية إني أخلص من كل الأشياء اللي بتزعجني لأني بنت، قدامي فرصة ذهبية لحتى أخلص من كل السخافات والترهات لمجرد إني بنت. أنتي بتعرفي إذا بصير شاب شو ممكن يصير؟ لك أنا رح أصير أحسن شاب بالعالم، لأني بفهم البنت، بفهم شو بتحب وشو بتكره وشو بيجي عبالها وشو ما بيجي عبالها. لك نيالي بدها تتجوزني. تعالي أقلك، أنتي فكرتي بقرايبينك، برفقاتك، بعبد، لك بالموظفين اللي بالشركة؟ ما مهم، كلهم بيتأقلموا وبيتعودوا حبيبتي. بعدين قرايبيني رح يزعلوا إذا صرت شاب، حبيبتي همه رح ينزاح من قلبهم، هم البنات للممات ولا نسياني هذا المثل. وإذا كان على عبد، أنا وياه رح نصير رفقة كتير كتير كتير. عبد كتير بيفهمني وبفهمه. رفقات؟ شو هالحل الرومانسي؟ إيه والله عبد بيهستر حبيبتي. ما بعرف، القرار كتير صعب، بيخلق مشاكل كتير. مشان هيك أنا لازم أخذ وقتي بالتفكير. طب أنا عندي اقتراح، لأنه إذا بتضلي هيك تفكري صبي ولا بنت، بنت ولا صبي، بدك تجني بالآخير ما بتوصلي لحل. بما أنك قاعدة هلأ بالبيت وما عم تشتغلي، عيشي حياتك كشاب ضمن البيت. إيه؟ شوفي الموضوع بسلبياته وإيجابياته، شو راح تخسري وشو راح تكسبي. وإذا لقيتي أنه إيجابيات الموضوع أكثر من سلبياته، ولو أنه أنا بشك، بس ساعتها القرار قرارك. بس انتبهي، ساعتها ما في رجعة. ليكي، إذا صرت أنا شاب بتضلي رفيقتي الأنتي؟ بالله، مشان تسمي علي ويحكوا العالم؟ يا باطل، وراكي رجال، شبكي أنتي؟ والله لروح أخطبك من بيت أهلك وما بطلعك إلا بدلة بيضة وأحلى عرادة. افتحي الباب لعبد. الموضوع طبياً ما في عليه أي مشاكل، العنصرين موجودين وسليمين. أما هرمونياً، فالهرمون الأنثوي هو الغالب حالياً، لكن مع إلغاء العنصر الأنثوي حيصير الهرمون الذكري هو الغالب، وبهالشكل التغييرات الفيزيولوجية حتصير من تلقاء نفسها، يعني بدون تدخل جراحي. وممكن نحن لنختصر الوقت ندعم الهرمون اللي حيفرزه جسمك بهرمون صناعي عن طريق إبر أو حبوب. أما إذا اخترتي إنك تضلي على ما أنت عليه، يعني أنثى، فالوضع ما رح يتغير طبعاً مع إلغاء العنصر الذكري. طيب دكتور، عفواً للسؤال، يعني بس من ناحية الميول، يعني شو؟ هذا الشيء بينطبق على الميول كمان، يعني بحسب ما يكون خيارك حيتوجه ميولك بحسب هذا الخيار تماماً. طيب برأيك ما حيصير أي مضاعفات لقدام؟ يعني إذا بقدر أجيب أولاد؟ أكيد، العضوين مكتملين تماماً. طيب بحال قررت أني يصير شاب مثلاً، كشكل يعني بصير رجال شاب يعني ولا؟ يعني هذا الموضوع بحاجة لبعض الوقت، بده فترة طويلة، بس بتصيري مكتملة الرجولة. يعني بمعنى تاني، شعر بالدقن، شعر بالجسم، صوتك رح يدخل، حتى تركيبة العظم بتتغير، يعني كتافك بيعرضوا، عظم الحوض بيصغر، وممكن بعد فترة تكبر نمرة رجلك. بس بدي نبهك على شغلة، انت بهي الفترة بحاجة كتير لإشراف طبي نفسي، لأنه رح تلاقي مشكلة بالتعامل مع جسد جديد. بدي أنصحك تروي كتير بأخذ القرار، لأنه هذا القرار حساس ومصيري. حبيبتي، ما صار وقت تحاكي الدكتور مشان العملية؟ يعني صار لك 3 أسابيع طالعة من المستشفى، حلك ولا خايفة من العملية؟ ماني خايفة من العملية، بس أنا لسه ما أخذ قراري. كيف يعني ما أخذتي قراري؟ يعني ما أخذ قراري إذا أنا بدي ضل بنت ولا أتحول وصير شاب. شو شاب ولا بنت؟ طبعاً بنت. وليش طبعاً بنت؟ لأنه أنت بالأساس بنت، وبعدين نحن خاطبين وبدنا نتجوز. شو نسيتي؟ مخططين لقدام؟ لا ما نسيت، بس هذا قراري ولازم اتحمل مسؤوليته، وانا بصراحه ماني ناويه اخذ خطوه واندم عليها كل حياتي. يعني لاني ناويه ابقى بنت واندم، ولاني ناويه اصير شاب واندم. انا منشان هيك عم اقول لك تبي بنت. ايوه، يعني عم تعطيني اوردر. لك انت شو جنيتي؟ لا ما جنيت،
بس لمجرد انه بدي اخذ قرار بخصني وحدي وبخص جسمي وحده صرت مجنونه؟ ولا لانه تهددت ذكورتك؟ لك شو تهددت ذكورتي؟ تهددت حياتي كلها. والله وانا نقطه مفصليه مثل هي بحياتي من حقها علي اني اخذ وقتي وفكر وقرر. لا هذا جنان اكيد. سميه مثل ما بدك، انا ما عاد عندي شيء اقوله. لما يصير عندك شيء تقولي خبريني خاطر. هيك يا ستي، لأنه الظلم والتمييز اللي بيتعرضوا له النساء أكبر بكتير من الأعراف والتقاليد، لأنه بالقانون في ظلم للمرأة. إيه لا بقى لولو تخنتيها، قانون بيظلم، اسمه قانون. ها اسمعي يا ستي، وينه؟ هذا مجالات الاغتصاب، إذا عرض المغتصب يعني المجرم على البنت اللي اغتصبها يعني الضحية، إذا عرض عليها الزواج قدام القاضي بتعرفي شو بيصير؟ بيطلع براءة. يعني حتى عدم تعرض ما بيوقع. يو ايه يو اسمعي كمان. وينها؟ ليك يا ستي، بالقانون المرأة ما لها حق ولا بأي شكل من الأشكال إنه تعطي الجنسية لأولادها. يعني فرضا أنت إذا تجوزتي واحد غريب مو من البلد، أولادك رح تضطري تعملي لهم كل 6 أشهر إقامة. يعني الجنسية بعمرهم ما بيشوفوها، بيعيشوا مثل الأغراب. شو عم تحكي أنتي؟ منين جبتي لهالحكي؟ من قانون الأحوال الشخصية حبيبتي. هذا غير جرائم الشرف والطلاق التعسفي وموافقة السفر إذا كنتي متجوزة. يعني جوزك بأي لحظة ممكن يمنعك من مغادرة البلاد، يعني من السفر، بكل بساطة وبالقانون. خلص لولو خلص، أنا ما عاد عندي شيء أقوله. بس إذا بتريدي هدي أنت كمان ولا تتوتري وما تتفاجئي شو ما كانت ردة فعله. يعني كمان الموضوع صعب عليه كتير بصراحة، وبدون زعل أنا نفسي مو عارفة أني أحدد موقف. أنا آسفة، قول عني مجنونة، قول عني متهورة، قول عني مثل ما بدك، بس أنا فكرت كتير وعملت مقارنات كتير ومشاورات كتير بيني وبين حالي وقراري أخذته. أنا 100% لازم صير شاب. بتمنى أنك تفهمني. انت شاب ما في منك، 1000 بنت بتتمناك، وانا عن حالي ما بدي اخسرك. ما بتعرف يمكن بالمستقبل لما اصير شاب نصير انا وياك من اعز الاصدقاء. أنا خبرت الكل ومحضرين حالهم نفسيا، ما في داعي للخوف الجاي. ما بعرف، خايف يا جودي خايف. وليش الخوف؟ مو على أساس هذا قرارك ومستعدة تتحملي النتائج؟ والله يا جودي، إذا لساتك بدك تحكي معي بصيغة المؤنث ما بقى أحكي معك كل عمري. ها آسفة نسيت. شو تنسي؟
حلك تتعودي، صار لي 4 شهور رجال. المهم هلا يلا قوم تعال. طيب طيب بدي شي نص ساعه اكون عندكم. ناطرتك. صباح الخير مروان. صباح النور. على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا وليد. الحمد لله على السلامة. يسلم عمرك يا أبو المجد. أهلين أبو اللول. صباح الخير. صباح النور. ماشي انا حروح مكتبي، اذا بدك شي خبرني. اوكي. تفضل. عندي اليوم طلبت وراء ونشاط اقتصادية مثل العادة. على كل حال أنا جهزتهم، تفضل. شكرا. بتحب أعمل لك مليسة؟ لا. قهوة. طيب سادة ولا بلا سكر؟ على راحتك، على ذوقك. على عيني. أنا بس حبيت إجي شوفك وأقول لك إنه إحنا كثير سعيدين برجعتك بالسلامة. شكراً، هذا من لطفكم. طبعاً إحنا كثير متفائلين برجعتك، كونه هالبنك ما بيسوى شيء بدونك، ولح تكون على علم بكل المشاريع والصفقات يلي تمت بغيابك. أنا قلت له السيد غزوان إنه يزودك بكل الأوراق والعقود والدراسات يلي صارت بهالفترة هي. مشكور، مشكور، شكراً. طيب، ما بدي أعطلك أكثر من هيك. شرفت، اهلا وسهلا. على فكره استاذ لؤي يا ريت تمروا عند المحاسب تاخذ راتب 5 شهور اللي مضوا. طبعا احنا خلينا راتبك ماشي، وهذا اقل شيء بنعمله تجاه موظف مخلص مثل حكايتك. خيركم سابق. اذا اسمك اي شيء خبرني. شكرا، مشكور. خليك مرتاح. مشكور، شكرا، الله معك. أنا اليوم اكتشفت إنه أبداً ما كنت غلطان بقراري لما قررت أتحول وصير شاب. إيه ممتاز، ليكك قديش كنت خايف ومرعوب، طلع كله وهم. مو بس هيك يا ستي، اليوم بالمكتب صفنت، قلت لو أنا بالأساس خلقان شاب شو كان صار؟ يا الله شو كانت الحياة حلوة. مو معقول، سبحان الله، فيك شغلة ما بتتغير، المبالغة. لا طولي بالك على المبالغة قال. لك أنا ما بدي اشغل لك بالك وفوتك بتفاصيل الشغل اللي بعدها طعمه. انا عم بحكي عن تفاصيل حياه كانت معاشرتني ومعي باليومي لما كنت لولوة، وكلياتها بتاخذ وقت وعلى الفاضي وبلا طعمه. مثل شو؟ مثل شو؟ قبل ما تنامي كل يوم مو بدك ساعه لحتى تشيلي المكياج، وبعد ما تفيقي مو بدك ساعه تلفي خلقتك قدام المرايه. هذا غير ماسكات البشرة، وغير الشعر قصف، الشعر طويل ونحفت واسمنت والتجاعيد، وغير تقليم الأظافر والمنيكير والبديكير والنظافة الشخصية. هلا رسمالها 5 دقايق فوت بإجدقني وخلصت القصة. بعدين غير هم كل شهر. هذا بالنسبة للماضي. أما بالنسبة للمستقبل فراح عن كتافي هم كبير، لا ترقق عظام ولا هشاشة ولا حمل ولا ولادة ولا رحام ولا رجال ولا جواز ولا ستي، قصدي سيدي، المهم انت تكون مبسوط ومرتاح. الله يهنيك. الله يسلمك. بتعرفي لك جودي عم فكر اطلع اتلقح لي شوي. ايه قومي قومي لالاقي لك شي تلبسي تلقحي معي.